من غرب لبنان الملوث والمردوم الى شرقه المحفور والمشوه ثمه ما يطيب للعين ان تراه وللاذن ان تسمعه من حراجل الى نبع القنا وفي نبع القنا نبع من مرامل وحفارات في المبدا هي مخالفه للقوانين وعلى رغم كل مخالفاتها التي تصل الى حد الختم بالشمع الاحمر فهي ليست سوى شكليات بختم زائف هنا لا قوانين بل جبالات وجرافات تنحت الجبال لتقتلع من باطنها الرمال قضية الكسارات والمقالع توالت وزارات عليها ومحدت عملها احتيالات مقوننة لأصحابها من خلال وساطات وتغطيات جلها سياسي وزير البيئة السابق محمد رحال الذي لم يرخص في كسروان وعين دار في عهده اشاد بعهد خلفه لكن لم ينفي ان الواسطه هي الكلمه الحاسمه في عمل الكسارات والمقالع والمرامل. في عندك مئات المقالع والكسارات، في عندك كثير من الامور اليوميه اللي بتحصل بتؤدي او بتؤدي لضرر بالبيئه، ما بيقدر فريق مؤلف من عده موظفين انه يتابع هذه المواضيع ولا باي شكل. هون بيجي دور الرقابه اللي هو مقسوم لشقين او مقسوم على 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 شخصين معنويين يعني اللي هن البلديات واللي هن وزارة الداخلية عبر او هن القوى الامن الداخلي، مثل يعني ما عم تقولي انت انه في وحدة اثنين فاتحين واثنين ما مرخصين، سكروا وحدة وحدة ما يعني واحد معه واسطة وواحد ما معه واسطة، شو يعني؟ واضحة يعني, يعني مجبل الخليل واحدة من المرامل التي ختمت بالشمع الاحمر، لكن خلف هذه المرمله مرامل لا تزال تعمل ما كان وحده عم تشتغل وصلوا بحق لهم يختموا مكنه ختموا كل المكنات الموجوده بس كل مره دور حدا عرفتي كيف ما بوقف حدا بس على طول هيك هاي القصه اللي بعدين صارت بعدين يرجع بيمشي الحال بيرجع بيمشي الحال ليه بيرجع بيمشي الحال اذا انتم خالفين قانونيا هيك هيك بدك تسال الكبار المختصين ليش سحب الرخصه منك سحب الرخصه مني اساليه ما هو سحب الرخصه منه وعطى غيري بعيده عني 500 متر كيف هيدي رح نضل نشتغل وضل ختمه في شروط وزارة البيئة شوه وضع كفالة مالية وإذا ما أعدت الجبل كما كان تستعيد كفالتك شروط أقبح من ذنب إذا لم يقم بأعمال التأهيل فوزارة البيئة تستطيع أن تستعمل الكفالة لإعادة تأهيل هذا الموقع إيه بس نحن ما عم نشوف شيء عم يتأهل منذ تقريبا حوالي عشرة أشهر وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع زادوا قيمة الكفالة المصرفية م. وهي بصدد وضع آلية من أجل تأهيل تأهيل المقالة غير المؤهلة في حال لم يلتزم المستثمر بتأهيل المقلة. بكسر السين أو بفتحها لا فرق فالمحاسب المفترض مستفيد في كثير من الأحيان أما المحاسب من دون سواه فلسان حاله يقول مساواة في الحساب عدل في الرعية فمن يحاسب من؟ دلال بزي قناة الجديد